بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلنا بنسعى للتوفير وللتدبير الميزانية عشان نحقق هدفنا، وعلشان نقدر على الأقل نكمل بقية الشهر من غير قروض أو ديون، أو يعني كلنا من الآخر بنسعى للتوفير وللتدبير في ظل الغلاء الفاحش اللي احنا فيه ده كله. النهاردة جاية لكم ب 18 فكرة هتساعدنا على التدبير والتوفير بإذن الله. تمام؟ أول فكرة، طبعا بندخل في الفيديو على طول من غير أي مقدمات. أول فكرة، ملف كده على الموبايل أو أجندة أو كراسة أو أيا كان، هنكتب فيه المصروفات، نسجل فيه المصروفات بتاعتنا، يكون في مكان واضح، مثلا على السفرة، على الجزامة، ايا كان، في مكان واضح كده عشان كل اللي يصرف حاجة يكتبها فيه. بالطريقة دي كل افراد الاسرة هيقدروا يسجلوا المصروفات بتاعتهم. دي اول فكرة معانا. تاني فكرة، الجمعية الشهرية. دي جمعية يعني نظام او فكرة الجمعية، هي فكرة مشهورة بها مصر لكنها موجودة في دول تانية كتير. عبارة عن ان مثلا 10 يشتركوا في الجمعية دي ويتفقوا ده هياخدها الاول، ده هياخدها التاني، وهكذا. كل واحد يدفع فيهم مبلغ كل شهر، وكل واحد يقبضها شهر بالاتفاق طبعا مع بعض. دي فكرة جميلة جدا، بتخلينا نحوش مبلغ كبير وندفعه على هيئة أقساط، أو نقبض مبلغ كبير لو كنا محتاجينه في أي حاجة ضروري وندفعه نسدده على هيئة أقساط، أو إحنا نحوش وناخدها في الآخر، ويبقى كده حوشنا مبلغ محترم في وقت قياسي. تمام؟ الجمعية دي بتمتاز بأنها بتجبرنا على إن إحنا ندفع، بحيث إن يعني بتجبرنا إن إحنا نوفر. يعني هو الجزء ده، هو الجزء ده هيقتطع من الدخل بتاعنا ايا كان الظروف. تمام؟ زي القسط بالظبط. تمام كده؟ طيب، دي طريقة برضو مشهورة جدا للادخار. تالت فكرة معانا، طريقة الظروف اللي انا قلت عليها، الاظرف بتاعت الميزانية. ظرف للفواتير الاساسية، ظرف للكهرباء، ظرف للمية، ظرف للغاز، ظرف لاحتياجات البيت، ظرف الصدقة، ظرف كل اللي انا اتكلمت عليه في الميزانية قبل كده. لو محدش تابع الفيديوهات بتاعت الميزانية يقدر يرجع لها عشان ما عادش الكلام كتير. تمام؟ طريقة الاظرف دي مفيدة جدا، انها بتجبرنا ان احنا ما نتخطاش مبلغ معين في الصرف. كمان لو ان مثلا احنا حاطين 200 جنيه للمية او للكهرباء، وجالنا 180، ال 20 جنيه يتحولوا لظرف التوفير. تمام؟ في ظرف كده اسمه التوفير، انا قلت الميزانية قبل كده. تمام؟ يبقى دي طريقة بتساعد جدا في ضبط وترشيد الانفاق. رابع طريقة او رابع فكرة، بنفتح حساب خاص في البنك اسمه حساب الأولاد، أو حساب لكل طفل. أول ما الطفل بيتولد طبعا بتجيله نقوط، بتجيله هدايا، بتجيله مبالغ من أي حد، الأجداد، القرايب، في صورة عيدية، في صورة مناسبة. كل المبالغ دي بتتحط في الحساب البنكي بتاع الطفل ده باسمه. تمام؟ حتى لو هدايا عينية، مثلا جاله طقم لبس، بتاخدي الطقم ده كأنك اشتريتيه وبتحطي الفلوس بتاعته في الحساب البنكي بتاعه. لغاية ما الطفل ده بيكبر بنفهمه ايه اللي حصل، وبيفرح جدا طبعا، وبنعوده بقى على الادخار بالطريقة دي. تمام؟ خامس فكرة معانا، بنفتح بقى حساب بنكي احنا ككبار للتوفير، للطوارئ بقى، للتقاعد، لتعليم الأولاد، لأي حاجة. يعني كل شهر بنعمل حسابنا كده إن إحنا نقتطع جزء من دخلنا نسيبه في الحساب بتاعنا، أو نتفق مع البنك يعمل لنا
حساب بنكي، هو البنك نفسه يقطع حبة كده من الدخل، أو يعني مبلغ معين بالاتفاق طبعا معانا، الجزء ده ما ينزلش أصلا في الاي تي ام أو في الماكينة بتاعة الصرف. تمام، الجزء ده حساب بنكي للتقاعد بقى، أو لتعليم الأبناء، أو لأي ظرف كان. تمام، سادس طريقة أو سادس فكرة، لازم نأدي الزكاة بتاعتنا. نحسب لو إننا عندنا مبلغ معين، خصوصا بقى لو إحنا في دول غنية، معانا مبالغ، معانا سبائك ذهب، معانا كذا، أيا كانت الظروف، معانا مبلغ وجبت عليه الزكاة، لازم يا جماعة نأدي الزكاة، ولازم الصدقة. زي ما قلت، دي أول طريقة للبركة في البيت، أول حاجة، أو هي اللي بتجيب لنا البركة في المصروف وفي البيت وفي الصحة وفي الأولاد وفي كل حياتنا. تمام، فلازم نأدي الزكاة، ولازم الصدقة. الصدقة دي جزء بنقطعه من الدخل بتاعنا، زي ما قلت كتير قبل كده، ولو 5 جنيه. فطبعا في الدول اللي زي حالاتنا كده، يعني 5 جنيه، 10 جنيه، لكن طبعا في الدول الغنية اللي دخلهم ما شاء الله، يعني يقدروا يزودوا براحتهم. الصدقة مصدر للبركة في البيت، مصدر للبركة في الرزق وفي الأموال وفي الأولاد وفي تعليم الأولاد وفي هداية الأولاد وفي حاجات كتير جدا، حتى في المرض، داووا مرضاكم بالصدقات. يعني الحديث بيقول عليه الصلاة والسلام، بيقول يعني انتوا الدواء بتاعكم ممكن يبقى بالصدقة. فالصدقة دي لازم، أساسي مهم جدا. وطبعا الزكاة ده فرض من فروض ربنا، ملناش أي اختيار فيه. تمام، الفكرة رقم 7، صندوق للصدقة المنزلي. صندوق كده في البيت معروف كده، حصالة، علبة، برطمان، كل اللي يفيد منه أي فكة يحطها فيه. نعلم الأولاد كمان إن دي البركة بتاعتنا، يعني لو واحد من الأولاد جاي ومعاه 2 جنيه، عايز ربنا يبارك له يحطهم في البرطمان أو في العلبة دي. كده ربنا هيبارك لنا، وهيبارك لكل واحد فينا كمان، يعني كأسرة وكأفراد. تمام، المبلغ ده ياريت ياريت يطلع في سبيل الله بعد صلاة الجمعة. وطبعا أنا مش برجح أبدا فكرة المتسولين اللي موجودين على باب الجامع أو على باب أو في أي مكان. إحنا كلنا عارفين إن في ناس مستحقة، تستحق الصدقة، ولكن محدش يعرفهم. تمام، يكونوا من الأقارب، يكونوا من الجيران، يكونوا من الأهل، يكونوا زي ما يكونوا، بس بلاش المتسولين. رقم 8، في نصايح بقى للتوفير في شراء البقالة، اللي هي الجبنات والحاجات بتاعت السوبر ماركت دي. تمام، النصايح دي هنقولها برضو واحدة واحدة كده. لازم لازم قائمة للمشتريات، يعني ما ينفعش أبدا ننزل من غير ما يكون معانا قائمة احنا هنشتري ايه. لو نسينا القائمة دي ما نروحش السوبر ماركت، أو ولا نروح نتسوق، نرجع تاني. تمام، معلش، احنا لازم ناخد المواضيع بجدية علشان نقدر نعمل حاجة في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده. قائمة شهرية للمشتريات الشهرية، وقائمة أسبوعية للمشتريات الأسبوعية. طبعا الأسبوعية اللي هي الأكلات، اللي هي منظفات، حاجة ناقصتني في المطبخ، الكلام ده كله. الشهرية شوفي انتي بتشتري ايه بالشهر، واكتبيها واشتري حاجتك الشهرية. تمام، تاني حاجة في التوفير في البقالة ده، دوري على مكان ارخص، مكان ارخص، حتى لو سوبر ماركت يكون ارخص، دوري على سوق شعبي، دوري على اي مكان يكون ارخص. تمام، طبعا المكان الاكبر هو الارخص. ليه؟ لو سوق كبير هتلاقي الحاجة بكذا سعر، هتدوري وهتجيبي الحاجة الأرخص، لكن لو محل هتلاقي الحاجة فيه غالية طبعا.
فدوري على الأرخص. بلاش الكسل، يعني بلاش تيجي لو رايحة سوق تروحي جاية على أول السوق كده وشارية من أول محل يقابلك. لأ، في البياعين عندهم ذكاء في الحتة دي، بيحطوا أغلى الأغراض في أسهل المواقع. يعني لو أنت مثلا في هايبر ماركت أو في سوبر ماركت كبير، هتلاقي الأماكن السهلة اللي قدامك حاجات غالية، لكن لو دورتي جوه السوبر ماركت ممكن تلاقي حاجات أرخص. تمام؟ نفس الموضوع بالنسبة للأسواق، فأصحاب المحلات بيعملوا كده. فبلاش كسل، دوري كويس على الحاجات الأرخص. كمان ما تنزليش وانت جعانة. الدراسات أثبتت إن الواحد لما بينزل وهو جعان بتكون قائمة المشتريات أعلى، أو بتكون الفاتورة بتاعته أعلى، أو بيشتري أكتر من الآخر يعني. تمام؟ كمان ندور على العروض اللي هي في السوبر ماركت، نتابعها بالتليفون، نتابعها على النت، نتابعها في السوبر ماركت اللي حوالينا، بس نشتري الحاجات اللي احنا محتاجينها وبس. تمام؟ وعلى فكرة مش كل العروض الأكتر بتبقى أوفر. يعني أنا مثلا في عرض 10 كيلو رز بثمن أقل، بس أنا مش محتاجة 10 كيلو رز وهدفع فيهم أكتر. أيوة هدفع أقل في ثمن الكيلو الواحد، لكن أنا كده هبوظ الميزانية بتاعتي. كمان الرز في الصيف ممكن أو يخسر، كمان ممكن تاريخ الصلاحية بتاعته ينتهي. مش كل العروض الأكبر بتبقى أرخص. تمام؟ نتسوق بذكاء. تمام؟ طيب إيه تاني؟ افحصي الوصل بعد ما تشتري. مفيش حد معصوم من الخطأ، الكمبيوتر ممكن يغلط. فالوصل بعد ما تشتري شوفي واحسبي مشترياتك واحسبي حاجتك كويس قبل ما تطلعي من السوبر ماركت. تمام؟ وانت بتعملي قائمة الأكلات الأسبوعية أو الشهرية، حطي أسبوع كده لا شراء. دوري في بيتك في الأسبوع ده مش هتشتري أي حاجة، ولا حتى منظفات. حتى لو اضطرتك الظروف وما عندكيش منظفات، قشر الليمون اللي انت حوشتيه في الفريزر وقلنا عليه قبل كده استعمليه كمنظف. تمام؟ اسبوع كده ما تشتريش حاجه. دوري في الديب فريزر، دوري في الخزانه، دوري عندك شويه لوبيا قدام، عندك شويه مكرونه، عندك شويه اي حاجه، قضي الاسبوع ده من غير شراء وشوفي هتوفري قد ايه. تمام؟ كمان خلي جزء من المرتب، لو مرتبكم يسمح، طبعا احنا هنا في مصر مش كلنا مرتبنا يسمح يعني، لكن لو انت في دولة تسمح بكده، جزء من المرتب اشتري بيه ذهب، بدل ما توفريه وتحوشيه، لا اشتري ذهب بيه على طول. جزء من المرتب ذهب، جزء ولو صغير. ودلوقتي في سبايك 1 جرام، يعني ممكن قوي 2000 جنيه يشتروا، 2500 يشتروا سبيكة، جزء من الجرام في سبيكة كده. فاشتري ذهب بجزء من المرتب. تمام؟ برضو ممكن نعلم الأطفال ثقافة التوفير من الصغر، نحط لهم حصالة كده نشتريها بشكل حلو، أو نعملها مع بعض بشكل حلو كده مغري بالنسبة للأولاد، وملون كده وجميل، ويحوشوا فيها كل يوم حاجة، أو كل أسبوع، أو كل ما ياخدوا مصروفهم. يبقى كده نمينا فيهم ثقافة الادخار. الأخيرة أو آخر حاجة في نقطة التوفير في البقالة، عدم استخدام البطاقة الائتمانية اللي أنا دايما بقول عليها. تمام؟ طيب رقم 9 بقى في النقاط أو الأفكار بتاعة التوفير، اعملي جلسة كده شهرية عشان نناقش وضعنا المالي شكله إيه. إحنا كتبنا وعملنا النقاط اللي فاتت دي كلها، طيب وضعنا دلوقتي ايه؟ فاضل كام يوم على الشهر؟ الشهر ده هو توفرنا قد ايه؟ ايه اللي كان ممكن نوفر منه وما وفرناش؟ ايه اللي كان ممكن نستغنى عنه؟ ايه اللي كان ممكن نشتريه اكتر عشان نوفر بيه؟ في حاجات ممكن نشتريها ونوفر بيها، مثلا نشتري حاجة نستثمر بيها دخلنا، او نستثمر بيها جزء من دخلنا، او ننمي بيها دخلنا. المهم جلسة شهرية كده نناقش فيها وضعنا المالي.
رقم 10، ازرعي في أولادك مبادئ الحلال والحرام، ازرعي في نفوسهم الحتة دي من صغرهم. ده تبذير يبقى حرام، ده توفير يبقى ده ادخار، دي حاجة مستحبة، ده صدقة دي حاجة حلوة، ده زكاة. احنا لازم نحوش علشان آخر السنة هنطلع الزكاة بتاعتنا. كل الحاجات دي لازم يعرفوها من الصغر، ازرعي في نفوسهم ثقافة الحلال والحرام. الثقافة دي مش بس في المال، الثقافة دي في الصلاة، في عدم الكذب، الصدق، المعاملة بين الأخوات وبعضها، حاجات كتير لازم لازم. انت بتربي، انت مش بتربي سوري يعني شوية فراخ بتأكلي وتنيمي وخلاص، لا انت بتربي. بتربي يعني ايه؟ يعني بتعلميهم الحلال والحرام والمبادئ والقيم وحاجات كتير هيشكروكي عليها بعد كده. تمام. رقم 11، تابعي مواعيد العروض، العروض اللي هي في التلفزيون او في النت او في اي حاجة من دي، تابعي العروض دي. تمام. رقم 12، ممكن الأسرة تكلف فرد من الأفراد بمراقبة المصروفات، يعني واحد كده يكون حلو كده واعي كده من الأولاد، وعلى فكرة الحتة دي بتديله ثقة في نفسه. الواحد ده هيراقب المصروفات، هيشوف الكراسة اللي احنا بنكتب فيها المصروفات دي هل اتكتب كل حاجة ولا لأ، في حاجة ما اتكتبتش، في حاجة اتكتبت وهي ما اتجابتش، يراقب الموضوع. تمام. رقم 13، حطي خطط بقى للمستقبل. طالما انا بعمل اللي عليا وبحوش وبدخر وبوفر وبعمل وبعمل، حطي بقى خطط للمستقبل واهداف هتشجع الاولاد وافراد الاسره على الادخار واتباع النظم اللي احنا حاطينها دي. رقم 14، عند التسوق لازم يكون بحذر. يعني ايه بحذر؟ يعني لو حاجة ينفع نأجلها ممكن نأجلها، لو حاجة ينفع ما نشتريهاش بلاش. ممكن مثلا واحنا كاتبين في قائمة المشتريات نسكافيه، مش هنموت من غير نسكافيه يا جماعة، مش هنموت من غيره، نقدر نأجله شوية. حاجات تانية كتير، كل أسرة عارفة هي ايه ممكن تأجله وايه ممكن تستغنى عنه أصلا. تمام. طيب رقم 15، نخصص مبلغ 2 او من 2 ل 4% من الدخل نستثمرهم. نستثمرهم بقى في ذهب، نستثمرهم في مشروع، مستلزمات مشروع احنا بنفكر فيه، وهكذا. من 2 ل 4% من الدخل للاستثمار. تمام. رقم 16، ودي مهمة جدا، ترتيب الأولويات. ما نأخرش شيء او ما نأخرش حاجة لازم تكون مهم، او هي بتكون مهمة جدا. في مهم من الاخر وفي اهم. المهم زي الاكل والشرب والحاجات الحياتية بتاعتنا، الاهم الفواتير بتاعتنا، الغاز، الايجار، المية، النور، الفواتير، اي حاجات فواتير اساسية لو ما دفعناهاش هتتراكم علينا، فدي اهم من الاكل ومن الشرب ومن اي حاجة. لو في اقساط علينا دي اهم من اي حاجة. يبقى الحاجات المصاريف الثابتة الاساسية هي اهم حاجة، يليها في حاجة اسمها ايه، حاجات ممكن تغطي الحاجات، يعني ممكن تشعرنا ببعض الراحة، يعني تخلينا الى حد ما مبسوطين، بس لو ما جبناهاش مش هيجرولنا حاجة. زي ايه؟ زي في ناس متعودة تاكل بروتين يوميا، زفر كده يوميا، طيور ولحمة ومعرفش ايه، بس لو في يوم ما اكلتش البروتين ده مش هتموت، ده بالعكس ده هيبقى صحي اكتر. فدي حاجات اقل اهمية. الحاجات بقى اللي في حاجات تالتة اسمها تحسينات للرفاهية. زي ايه؟ زي مصيف، زي رحلة، زي طقم جديد عايزة اشتريه ونفسي فيه، زي شنطة جديدة نفسي اشتريها وعجبتني قوي وشفتها على النت وحموت عليها. هي الحاجات دي اللي هي
تعتبر كماليات أو تحسينات للرفاهية. فمهم جدا نرتب الأولويات، مهم، أهم، في أقل أهمية. يبقى الترتيب الأهم فالمهم فالأقل أهمية. رقم 17، في يوم واحد للشراء في الأسبوعي ويوم واحد للشراء الشهري، ما نتخطهمش. يعني مش كل وانا جاية من السوق، لو في سكتي السوق او مش في سكتي، لو في سكتي هايبر ماركت او اخش ادخل كده اتفسح فيه شوية، اروح اعمل نفسي بتفسح ولا بفك عن نفسي شوية واروح ادور كده، في هشتري وهخسر. فالتسوق له يوم واحد في الاسبوع ويوم واحد في الشهر بس، ما يبقاش اكتر من كده. رقم 18 والاخيرة، اتعلمي إدارة وتخطيط وإنجاح الميزانية، تجنبي العشوائية في الصرف. أنا في واحدة عجبتني متابعة جدا جدا، قالت لي أنا كنت مبذرة وكنت عشوائية في الصرف بتاعي وكنت كذا وكذا، والحمد لله اتعلمت. يا على السعادة اللي حسيت بيها. فعشان كده بقول لكم النقطة الأخيرة دي، اتعلمي إدارة وتخطيط ونجاح الميزانية بصورة تجنبك العشوائية في الصرف. في ناس وهي قاعدة كده المغربية تقول لك ايه، ما ترشة جريئة كده، ما تروح تجيب لنا حاجة ساقعة، ما تروح تجيب لنا ايس كريم، ملوش لازمة، ملوش لازمة. لو نفسك في حاجة حلوة قومي اعملي شوية زلابية، مش هتتكلف 5 جنيه، مش هتتكلف 5 جنيه حتى. قومي اعملي اي حاجه، شوفي، بصي على اليوتيوب ودوري على اي حاجه سهله وبسيطه واعمليها لاولادك. لكن تجنبي العشوائيه في الصرف، وتعلمي تنجحي الميزانيه بتاعتك اللي انت حطاها. ما تتوقعيش ان الميزانيه هتنجح من اول شهر او تاني شهر، خلي عندك حته مرونه. شويه شويه هتتعبي شوية في الأول، هتفشلي شوية، هتنجح بنسبة 75%، بعد كده بنسبة 80%. خلي عندك مرونة، لكن احنا بنحاول طول ما احنا عايشين بنحاول. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ده الفيديو بتاعي بتاع النهاردة، يا رب تكون الأفكار عجبتكم ويا رب تستفيدوا منها. وبحبكم جدا جدا، وبحب تعليقاتكم قوي قوي قوي، وبشكركم عليها جدا. ويا رب يا رب تستفيدوا من كل كلمة بقولها، ولو استفدتم بنسبة 1% ده يسعدني. وبرضو لو عارفين حد مصرف ممكن تشيروا معاه الفيديو ده علشان الكل يستفيد. تمام، أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، بحبكم جدا وإلى اللقاء. ألف سلامة.